عشاق الكرة الأرجنتينية لطالما منوا نفسهم بتحقيق لقب طالما غاب عنهم، وهكذا كان أيضا وضع ميسي الذي حطمته الظروف وخسر نهائيا تلو الآخر. نهائي مونديال 2014 يليه نهائي كوبا أمريكا 2015 و2016 أيضا، عوامل أجبرت البرغوث الأرجنتيني على الاعتزال بعد ذلك. بقي ميسي يمشي كالمجبر، وكان يرى أن تتويج الأرجنتين يستحق الالتفات والعودة من الاعتزال بعدما تأثرت نفسيته مرارا وتكرارا كلما قارنوه بما فعله مارادونا. لكن الكل في الأرجنتين كان يريد لميسي أن يكون مارادونا ويحقق ما حققه دييغو، بالمختصر كانوا يريدونه ميسي دونا، القرب من التتويج أو الابتعاد عنه. لكن في النهاية كان لميسي ما أراد بعد حزن شديد في السنوات السابقة، ولكن الآن حان وقت الفرح. اختصرت المسافة في نسخة كوبا أمريكا عام 2021 وفي المباراة النهائية أمام البرازيل على ملعبهم الشهير ماراكانا، وبدأ ميسي منذ بداية اللقاء كأنه استجمع كل نحس طارده في النهائيات السابقة وأصر على تحقيق اللقب الذي لا طالما أراده، واستطاع العثور على طريق التتويج باسم الوطن، وكأن جميع ألقاب برشلونة كانت مجرد رقم بالنسبة له، والفرح محى كل ما سبق. الكرة التي أبت إنصاف أحد نجومها طويلا عادت أخيرا لتبتسم له، ليصبح ميسي أحد أبرز المرشحين بالكرة الذهبية.